أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، الليلة تنشط على فترات يوم الغد. الهواء الكوس راح يستمر ويانا اليوم مباشر، والهواء الشمالي الغربي يعود مجددا. في يوم الخميس عبور السحب راح يستمر ويانا، فرص لأمطار خفيفة متفرقة أثناء عبورها يوم الغد على بعض المناطق. أجواء معتدلة تميل للدفء باكر بإذن الله. اليوم سجلت الدرجة 30 درجة مئوية في بعض المناطق، أجواء معتدلة ونقدر نقول دافئة نسبيا على بعض المناطق. الاعتدال ما راح يعود مرة ثانية إلا بعد عودة الرياح الشمالية الغربية. عبور السحب راح يستمر ويانا حتى نهاية اليوم وأيضا خلال الأيام القادمة. الهواء كوس حاليا سرعته خفيفة 6 كيلو متر في الساعة كحد أقصى، تصل سرعة الرياح إلى 26 كيلو متر في الساعة. درجة الحرارة حاليا 20 درجة مئوية، والرطوبة النسبية في مدينة الكويت 45% وتصل إلى 50% في بعض المناطق و55 أيضا في بعض المناطق الساحلية. فرص لتشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق اليوم نتيجة تراجع سرعة الرياح وتقلبها بين الحين والآخر وارتفاع نسب الرطوبة. الرؤية الأفقية حتى الآن ممتازة أكثر من 12 كيلو متر. حتى نهاية اليوم الرياح راح تستمر ويانا خفيفة إلى معتدلة من 6 إلى 26 كيلو متر في الساعة. أجواء غائمة جزئيا على بعض المناطق، درجات الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 23 درجة مئوية، والبحر اليوم خفيف إلى معتدل الموج لكن باكر، ارتفاع ملحوظ في الأمواج نتيجة سرعة الرياح ونشاطها على فترات. سرعة الرياح باكر من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة راح تكون نشطة خلال النهار، وتتراجع سرعتها تدريجيا خلال المساء وتكون من 10 إلى 35 كيلو متر في الساعة النشاط خلال النهار. وأثناء نشاط سرعة الرياح خلال النهار راح يكون هناك ارتفاع في الأمواج، ارتفاع الأمواج يصل إلى 6 قدم. عبور السحب راح يستمر أيضا ويانا يوم الغد، درجات الحرارة تتراوح ما بين 25 إلى 30 درجة مئوية في أغلب المناطق. وأثناء عبور السحب يوم الغد في فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، مساء بإذن الله تستقر الأجواء وتتراجع سرعة الرياح تدريجيا باكر بإذن الله. البحر راح يكون خفيف إلى معتدل يعلو أحيانا، لأن الرياح راح تنشط على فترات خلال النهار وتتراجع الأمواج وتكون خفيفة إلى معتدلة خلال المساء. ارتفاع الأمواج خلال النهار من 2 إلى 6 قدم ومن 2 إلى 4 قدم خلال المساء بعد تراجع سرعة الرياح. المد الأول بإذن الله باكر الساعة 2:44 دقيقة صباحا، والمد الثاني الساعة 6:03 دقائق مساء، والجزر الأول الساعة 11:05 دقائق صباحا، والجزر الثاني الساعة 11 دقيقة مساء. والفترة هذه من فترات الفساد. المواقيت بإذن الله أذان الفير الساعة 5 والشروق الساعة 6:24 والمغرب الساعة 4:49 دقيقة. أما الطقس المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة، الهواء الكوس راح يستمر ويانا اليوم مباشر، يوم الخميس يرجع الهواء الشمالي غربي واعتدال في درجات الحرارة. عبور السحب راح يستمر ويانا على فترات متقطعة، باشر راح يكون هناك فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق أثناء عبور السحب. نشاط الرياح راح يكون يوم الغد ملحوظ خلال النهار فقط من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة، تتراجع سرعة الرياح خلال المساء، العظمى 29 والصغرى 16. عبور للسحب فرص لأمطار خفيفة متفرقة، هذه السحب تتراجع تدريجيا مع قلبة الهواء إلى شمالي غربي يوم الخميس، واعتدال في درجات الحرارة 27 العظمى والصغرى 17، والهواء خفيف المعتدل من 8 إلى 35 كيلو متر في الساعة. اعتدال أكبر في الطقس مع أجواء مشمسة في يوم الجمعة 25 العظمى والصغرى 15، وهواء شمالي غربي ينشط على فترات من 12 إلى 40 كيلو متر في الساعة، ومن 8 إلى 28 شمالي غربي إلى متقلب الاتجاه 24 العظمى والصغرى، راح تكون بإذن الله 14 درجة مئوية، ودرجات الحرارة تكون أقل خاصة خارج المدينة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر. الأجواء راح تميل للبرودة بشكل ملحوظ. يوم الأحد بإذن الله 25 العظمى والصغرى 14، مع هواء شمالي غربي أيضا وعبور لبعض السحب من 10 ل 35 كيلو متر في الساعة. أعزائي المشاهدين، أول أيام موسم المربعانية راح يكون بخمسة 12 والأجواء الباردة بإذن الله. بعد بداية موسم المربعانية سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة تدريجي. نشرتنا الجوية تنتهي وننتقل الآن للطرف الآخر من استديو لاستكمال النشرة.